جاء هذا المؤتمر ليعلن الشباب وصنع القرار. نعم، هناك حملات، هناك نشاطات شبابية وكثرة طلبات لإقامة هكذا مؤتمرات، هكذا نشاطات، هكذا ندوات لتفعيل دورهم السياسي والمدني في المجتمع. نعم، كانت فكرة من مشروع نشطاء وسفراء مركز النماء، وهذا المشروع تبنته جمعية الأمل العراقية ومنظمة هيفوس الهولندية وجامعة الكوفة ومركز النماء لحقوق الإنسان. مشكورين جدا، الحمد لله وشكر قدرنا نوصل إلى هذا المؤتمر وأن نخرج بتوصيات من هذا المؤتمر ونرفعها إلى المعنيين بصنع القرار ليفعلوا دور الشباب أكثر من خلال إشراكهم وإقحامهم في العملية السياسية والعملية المدنية. الهدف من هذا المؤتمر هو تشجيع مشاركة الشباب، فئة الشباب في العراق عموما، في صنع وصياغة السياسات في المجتمع العراقي، وأيضا تشجيع مشاركتهم في دخول العملية السياسية، وأيضا تخفيض سن الترشيح في الانتخابات البرلمانية العراقية إلى 25 سنة. أما عن اختيار المشاركين فبالحقيقة تم عن طريق التنسيق مع مدافعي ونشطاء حقوق الإنسان، المجاميع الشبابية المتواجدة عندنا في المحافظات المستهدفة، وتم اختيارهم بناء على رغبتهم الطوعية بالمشاركة وبناء على اهتمامهم أيضا ومدى عملهم في مجال حقوق الإنسان واهتمامهم بالتحديد في المجال السياسي والحقوق المدنية والسياسية. كانت مداخلاتنا حول الجانب القانوني، مثلا صنع القرار للشباب يدخل في قرار 2250 الأممي الذي نص على أنه الشباب على مستوى الدولة يشارك في صنع السلم والأمن الدوليين. هو قرار ملزم للعراق، لكنه لا يوجد وعي صحيح نشر هذا القرار في العراق، مثل ما أكو قرار مشابه للمرأة 1325 نشر وتم تطبيقه بالعراق. نحاول من خلال هذا المؤتمر تطبيق القرار ونشره على أوسع نطاق ممكن، ومشاركة الشباب خاصة في مجال صنع القرار في تأهيل الشباب في الانتخابات وخفض سن الترشح لتأهيلهم إلى صنع القرار بشكل مباشر، لا جزيئات بالتالي تضيع الجهود، لكن ركزنا على الانتخابات بشكل مباشر لصنع القرار على شخصين خصصناه ما قبل فترة الانتخابات وأثناء فترة الانتخابات وما بعد الانتخابات، ماذا يقع على الشاب من مجال الوعي والوعي القانوني. ناقشنا هواية أمور، منها مثلا دعم الشباب من خلال الحكومة اللي ما نشوفها حاليا، ناقشنا دور الإعلام وكيف نقدر نجذب علينا على مود نقدر نوصل الصوت للمجتمع. ناقشنا دور الحكومة من خلت الشباب يهاجرون يفكرون بالهجرة من وراء الظروف وعدم الاهتمام بالمتطلبات اللازمة.